خلاص كلنا وشربنا وعذرنا وهضمنا ورقصنا، يلا مين ألم الليلة دي؟ يلا يلا يابا، انت واقف ايدك بيتك، يلا يلا شوح انت وهو، يلا يا رجالة. يلا يا عم يلا. الجليطة وقلة الذوق دي يا اختي، احمدي ربنا، ده انت رقصتي مسجلين خطر، جرايم نفسي ياما، ده انت جبارة. نسيت قلة الأدب. أنا ست قليلة الأدب إني طوعتك. يا نوارة يا نوارة. أيوة يا عبد. أنا عايز عيالك الثلاثة هنا. هند نايمة وتلاقي عماد وسما. صحيهم، نامت عليهم حيطة. هم مش داخلين البلوة اللي احنا فيها. طب ما تقول في ايه؟ عامد بيه اتصل وقال انه جاي كمان شوية وعايز العيال كلها تتفص قدامه. قال لك ايه؟ ايه الموضوع؟ موضوع شكله كبير يا نوار. وابنك مش راضي يقول للبنت فين؟ الراجل ما بيروحش مكتبه ولا بيرد على رجالته، يعني بنتك مجنناه. شكله كده هيقلب علينا. ربنا يستر. هعمل ايه انا ساعتها؟ انا راجل على باب الله، لا شغله ولا مجاله، حق الدخان مش هعرف اجيبه. يعني هو ده اللي شغلك؟ مش شغلك البت فين وبتعمل ايه؟ انا ما بنامش، وحكايه ان عماد مش راضي يتكلم مخوفاني على البت اكتر. هي مش بنتك يا عبده؟ بنت تبقى سند وظهر يا نوار، تبقى طوعي، مش تبقى هي سبب خوفي وفقر في الدنيا. شوفي لي العيال فين؟ ما هو لو كنا بنقف جنبها وقت ما تتكلم. ما تخرسي بقى! انت جاي النهارده تعملي لي فيها ست الحبايب؟ ما نطقتيش ليه مع اول حلقه؟ ولا كان الفرو الجديد لسه مدفيكي؟ ما قلتيش لا ليه لما عرفنا ان الراجل مخه مفوت وممكن يعمل في البنت اي حاجه؟ سكتي. عارفه سكتي ليه؟ انا اقول لك سكتي ليه؟ سكتي عشان كنت جربتي يعني ايه تركبي عربيه بتاعتك بدل ما تتنططي من التوك توك للميكروباص. ما تجيش يا اختي النهارده بقى تعملي لي فيها الام الحنون وان انا ملهب. عندك حق، هي غلطتي انا فعلا، بس انا عمري ما كنت طماع. انت اللي علمتني الطمع وعلمت العيالك كلهم. حاضر، هروح عندهم عشان نشوف هنبيع ونشتري في البيت ازاي. حاضر. يا رب استر يا رب. يا رب استر يا رب. ايوه يا عابد، انا داخله على المكان اهو. خلاص، اول ما العربيه السودا دي تيجي هقول لك على طول. اوكي. الله يسامحك يا غزل عزول اللي بنشوفه بسببك. انا عمري ما شفت حتى بيرفس النعمه برجليه مش عارف قيمتها زيها. اه بس انا مش هسكت لها، انا عندي عيال في مدارس بتاخد مصاريف قد كده، ده غير مصاريف اللبس والدكاتره، ده غير الاكل والشرب. هي عايزه تغير لنا حياتنا عشان شافت لها شوفه ولا ايه؟ انتوا ليه متصورين ان عابد بيه هيضحي بينا ويأذينا؟ بموت في بياض قلبها ماما دي. اظن لو الامور وصلت ان الراجل يمشينا من اشغالنا ويرفع ايده عننا، فده مش معناه ابدا يعني ان احنا نرغمها على الحياه معاه. انا عن نفسي هيفضل ده رايي. وانت من امتى تقول راي زي البني ادمين؟ انت اصلا مش مطلوب منك راي. او يتهيألي ده نفس وضعي انا، لان رايي من راي وليد برضو. انا طالما رايك من راي وليد يعني مالكيش راي اصلا. ممكن نسكت بقى ونستنى الراجل يشوف حاجه هيقول لنا ايه؟
نادين وحشتيني وحشتيني قوي. انت كمان وحشتيني اكتر. كنت محتاجه بجد اقعد معاكي. وانا قلت لا يعني ده انا ما صدقت انك تكلميني عشان اجي اشوفك. انت وحشتيني قوي، طمنيني عليكي. انا ما كنتش بنام تقريبا من كتر قلقي عليكي. انا عارفه يا نادين، انت عارفه انت الانسانه الوحيده اللي انا بثق فيها في الدنيا دي كلها. عشان انت متاكده ان انا ماليش اي مصلحه معاكي. انا بحبك لله في لله، انت اكتر من اختي. انا عارفه، بس المهم دلوقتي الوضع اللي احنا فيه ده مش هينفع يطول. عابد مولع. انا متخيله، بس انا مش عارفه اتصرف ازاي. انت عارفه ان هو بعت لي ناس هنا عشان يخطفوني؟ لولا الخديوي. اه صحيح، ايه حكايه الخديوي ده؟ اكيد واخد منك فلوس قد كده. ولا مليم ولا عايز ياخد اي حاجه. غريبه قوي. بيحبك يا بنت ولا ايه؟ مش عارفه. تصدقي ان انا حاسه كده؟ مش مهم، بيحبك طمعان زي ما يكون. اي حاجه في الدنيا احسن 100 مره من انك ترجعي لعابد. انت لازم تتطلقي، لازم ترجعي تعيشي حياتك، حياه طبيعيه. دي مش عيشه اللي انت عايشاها دي. انت عارفه ان في 100 راجل يتمناكي. بس يا نادين انا دماغي دلوقتي مشلوله، مش عارفه افكر، مش عارفه اروح فين ولا اعمل ايه. انا حاسه ان انا ضايعه. امشي يا غزل، اهربي، سافري، ارفعي قضيه خلع وتخلص وقت ما تخلص. خلي الخديوي ده يهربك. مساء الخير. مساء النور. هو الشتا عندك جه فوق بس؟ دي بقى يا ستي مفاتن عسل. بصي عسل جميله ازاي. دي اللي بتاخد بالها مني. يالا نادين اللي قلتلك عليها يا مفات. ده غزل صدعتني بسيرتك، يعني دماغي بربقت. بص انا مش اول مره اشوفك، بس اقولها لك في وشي، انت وليا مش سالكه. نعم. لا انا ما احبش اعيد الكلام مرتين قبل، بيوجعني من كتر الرغي. وبعدين انا مش جايبه حاجه من عندي، كله باين. انا بامانه مش مرتاحه لك. انت بتقولي ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا مفاتن؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ اصلك انا عامله زي البيبيهات. انت بيبيهات؟ يعني اشوف البني ادم من هنا يرتاح له يا مرتاحلوش. ده وانا صغيره لما كان خالي سموري الحرامي يجي عندنا، كنت اقعد كده اصرخ وارفص ما بقاش على بعضي، لحد ما قفشناه بعدها باسبوع بيسرق كتاكيتنا من فوق السطح. فانا بصراحه نادين صاحبتك دي لا مش سالكه معايا. ايه ده؟ مالها دي؟ هو انا شكلي بتهزق ولا ايه يا غزل؟ ايه الموضوع؟ نادين يا حبيبتي انا اسفه، ما تزعليش. مفاتن قومي سيبينا لوحدينا عشان انت شكلك بتهرتلي. لا انا ما بهرتلش، وبكره الايام تثبتلك. وبعدين اصلا انا مش جايه اتسامر معاك، وانا جايه اقدم واجب الضيافه وماشيه. بالاذن المره الجايه لما تيجي تعرفي ان انت جايه واكر، ها ما انتش جايه ديسكو، اديكي شايفه انا متلتمين. هخرجها ازاي من هنا دي؟ ايه ده؟ دي قدر ولطف دي ولا ايه؟ مجنونه الوليه دي؟ سيبك منها، دي طيبه قوي. المهم دلوقتي انا عايزه اتكلم معاكي، عايزه احكي لك حاجات كتير قوي.